السلام عليكم، ازيكم شباب؟ الفيديو ده ان شاء الله هنحل فيه شوية اسئلة على افكار الدرس الثالث في شابتر 1. يا ريت اللي ما شافش الفيديو بتاع الشرح يشوفه، انا هحط لكم اللينك بتاعه في الديسكريبشن، وبعد كده يرجع يشوف الاسئلة دي عشان يقدر يتابع معانا. ولو في اي سؤال عندكم او اي سؤال من اللي احنا حلينه مش مفهوم ابعتولي على الواتساب. يلا نبدأ. اول سؤال: if the emf of a power source whose internal resistance is r equal 8, then the potential difference between terminal of it during flow of electric current كام؟ 8 فولت equal ولا less ولا more ولا الانسر ما اقدرش اجاوبها. طيب خلينا كده نرسم اي سيركت، والسيركت دي عندها VB ب10 وفي هنا ريزيستنس ب9 وقال لي ان عندها internal resistance ب1. يبقى كده لو جيت احسب الاي القانون اللي قلناه هيبقى الار equivalent بتاعت السيركت كلها بلس الار، يعني الفي 10 بلس 1 هيبقى 1 امبير، يبقى الكرنت اللي ماشي 1 امبير. طيب الفولتميتر اللي موجود هنا، الفولتميتر اللي موجود هنا لو الار بزيرو، لو الار انترنال بزيرو كان الفولتميتر ده قرا العشرة فولت، كان الفولتميتر هيقرا الفي بي. بس طالما في internal resistance ايوه القانون بيبقى VB minus IR، بشيل الجزء اللي الريزيستنس دي استهلكته. ال VB ب10 minus 1 في 1 يبقى هيقرا لي 9. دايما الفولتميتر في حالة ان في internal resistance هيقرا اقل من ال VB، هيقرا اقل من ال VB. انا كنت ممكن اقول لكم معلومة على طول بس بالارقام تثبت اكتر. السؤال اللي بعده قال لي multiple reading from voltmeter and ammeter were taken by changing value of rheostat، يعني كان بيغير الفاليو بتاعت الرستات دي وكل مرة يغير ياخد قراية فولتميتر وقراية اميتر. قال لي الباتري دي عندها EMF اسمها VB و negligible internal resistance، يعني ما عندهاش R internal، ما عندهاش R small، وعايز يحسب السلوب بكام. طيب المفروض ان الفولتميتر ريدنج ده بيقرا الفي بي ماينس الاي في الار اللي جواها اللي هي ار 1. طيب دلوقتي احنا عايزين نخلي دي الواي ودي الاكس. طيب خلي الفي بي زي ما هي، ودي الفي دي الناحيه الثانيه والماينس، ونودي الترم ده اي في ار 1 الناحيه الثانيه بس هيبقى بالبوزيتيف. ادي اي R1 VB minus ال I، لو ودينا ده الناحية التانية بـ divided ال R1 هتفضل زي ما هي. احنا ليه عملنا كده؟ عملنا كده عشان لو جينا نجيب السلوب ال Y على ال X هنلاقي ان هو VB minus V على ال I اللي هو اللي احنا حسبناه ده، يبقى الكلام ده هيبقى equal مين؟ هيبقى equal ال R1. ايه ده؟ طب انا ممكن كنت ما اعملش كل ده وكنت اجي افتكر القانون بتاع الدرس اللي هو V equal VB minus IR small، كان السلوب بتاع الكيرف اللي ما بين ال V وال I كان السلوب بتاعه نيجاتيف ال R internal، واحنا بنعامل دلوقتي ال R1 دي كانها ال R internal لان الفولتميتر متوصل عليها. يبقى كنت ممكن اجي على طول اقول ان السلوب هو R1 او ار انترنال لو كان في ار انترنال. كل ان ذا اوبوزيت الكتريك سيركت لو الفاريبل ريزيستنس انكريز اللي هي الريوستات، ايه اللي هيحصل في الريدنج بتاع الفولتميتر؟ لو جينا بصينا على الفولتميتر هنلاقيه زي السؤال اللي قبله تقريبا، هو موجود ما بينه الباتري وموجود ما بينه ريزيستنس وما جابش سيره الار سمول انترنال ريزيستنس، يبقى الفي ده يقرا في بي ماينس اي في ار فاريبل. طب احنا عندنا لو الار فاريبل زادت وهي سيريس مع الار دي، يعني كان الار ايكويفالنت هتزيد فالاي توتال تقل. هنلاقي هنا عندنا مشكله. ايه المشكله؟ هنلاقي ان الار في زادت والاي قلت. انا عايز اعرف الترم ده ايه حصل له عشان يبقى ده عكسه. لو الترم ده زاد يبقى الفي تقل، لو الترم ده قل الفي زاد. طب انا الترم ده ما اعرفش ايه حصل له. في موقف زي ده او في مساله زي دي لازم تشوف قرايه تانية للفولتميتر، يعني ما تبقاش دي قرايه الفولتميتر الوحيده اللي عندك.
هو الفولتميتر متركب على دول، والبوينت دي هي هي البوينت دي، والبوينت دي هي هي البوينت دي، يعني ممكن نقول ان الفولتميتر لو هو هنا هيقرا نفس القرايه. طب هو هنا هيقرا ايه؟ هيقرا الاي توتال اللي ماشيه في السيركت مالتبلاي الار. طب الار دي مالها؟ دي ثابته، والاي احنا قلنا ايه اللي هيحصل لها؟ هتقل، يبقى قرايه الفولتميتر هتقل. يبقى انا ما اشتغلش في ايكويشن فيها حاجتين بيتغيروا. احنا دايما في الفيزيكس اما بيبقى في ايكويشن فيها 20 فاريبل وعايز اشوف تاثير حاجه على حاجه تانية، لازم بقيه الفاريبلز ال 18 يبقوا ثابتين. فما نمسكش ايكويشن فيها حاجتين بيتغيروا وعايز اشوف تاثيرهم على حاجه ثالثه، نستخدم ايكويشن تانية فيها حاجه ثابته ونشوف الريليشن ما بين التانيين ايه. يبقى كده الاجابه ديكريز. السؤال اللي بعده: ان ذا اوبزيت الكتريك سيركت وين ذا سويتش از كلوزد، ايه اللي هيحصل في ريلات الفولتميتر وايه اللي هيحصل في ريلات الاميتر؟ طيب نرسم السيركت والكي اوبن، هنلاقي البتري وراها الاميتر بيقرا لي الاي توتال اللي ماشيه في السيركت، وراها في ار 1 وار 3 دي هتبقى ملغيه، فهنلاقي في ار 2 والفولتميتر متركب على ار 2. طيب وهو كلوزد بعد ما اتقفل، نفس البتري ونفس الاميتر، وادي ار 1 بس بعد كده في ار 2 وار 3 والفولتميتر عليهم هما الاثنين، يعني الفولتميتر يقرا البوتنشال ديفرنس بتاع ده او بتاع ده لان هما ايكوال عشان هما بارلل. طيب ايه اللي حصل اما السيركت بقت كلوزد؟ كان هنا عندي الار داش عباره عن ار 1 بلس ار 2 بس، هنا ار داش او الار ايكويفالنت عباره عن ار 1 بلس المالتبلاي والبلس بتاع الاثنين البارلل دول. طب مين الاكبر او انهي الاكبر؟ اكيد البارلل بتقلل الريزيستنس، فالريزيستنس قلت. طالما الريزيستنس قلت حسب قانون اوم لازم الاي توتال تزيد، فيبقى هنختار اللي فيها الاميتر ريدنج انكريز اللي هي يا بي يا سي، ونشطب A و C. طيب دلوقتي قراية الفولتميتر هنا كانت I في R2، قراية الفولتميتر هنا حاجة من ثلاثة. ممكن حد يقول لي إن هي لو هاخد الـ I total يبقى هي الـ I total في الـ R داش اللي هي دي اللي هي بتاعت الاتنين بس البارلل. ممكن حد يقول لي لا ده الاي هتتقسم مثلا لاي 1 هنا واي 2 هنا، فريت الفولتميتر تبقى اي 1 في ار 2 او اي 2 في ار 3. التلاتة صح، بس ما حدش فينا عارف اي 1 واي 2 دي قلوا ولا زادوا ولا ايه اللي حصل لها، لكن احنا عارفين ان الاي دي قلت والار داش هي كمان قلت. انا بقارنها بمين؟ بقارنها برايت الفولتميتر قبل، بقارن الاي دي بالاي دي لقيتها قلت، بقارن ار 2 بار داش، ار داش اقل، يبقى قرايه الفولتميتر في الحالتين هتقل، ليها سببين ان هي تقل. يا ريت ما حدش يقارن او يقول ان هي قلت بسبب دول، لان دول انا مش عارف اي 1 واي 2 عنهم اي معلومات. بعده ان ذا اوبزيت الكتريك سيركت الفيلمنت اوف وان اوف ذا لامبس ار بلوين، يعني واحدة من اللمبات دي اتحرقت. نبص على اللمبات هنلاقيها موجودة ان سيريس، هنلاقي ان الكرنت ماشي فيهم سيريس، فطالما مثلا دي اتحرقت يبقى دي كمان مش هتنور، الكهرباء مش هتمشي فيهم. طيب ايه اللي هيحصل في قراية الفولتميتر؟ طب هي قراية الفولتميتر قبل ما يتحرق كانت عبارة عن في بي ماينس اي ار سمول، ما ننساش ار سمول دي. طيب بعد ما حصل بلوين، بعد ما واحدة منهم اتحرقت، بعد ما واحده منهم اتحرقت قلنا الاي بي زيرو، فاصبح الفي في بي ماينس اي ار اصبح الترم ده مش موجود. طيب يعني اكن الترم ده قل، واحنا متفقين ان العلاقه بين الترم ده والترم ده ان هي انفرز، يعني اما ده يبقى مش موجود او بقى زيرو قرايه الفولتميتر اللي هيحصل لها هتزيد. السؤال اللي بعده ان ذا اوبزيت سيركت اف ذا انترنال ريزيستنس اوف ذا باتري equal quarter R، يعني ال R small equal ربع R، ال R اللي هي دي. عايز الفولتميتر ريدنج، طيب ادي الفولتميتر ريدنج equal ال VB minus I R small، يعني ال V equal VB minus
ادي الاي اهي، واشيل ار سمول واكتب ايه كوارتر ار لحد هنا وهقف. هبص على الاجابات كلها الاقي ان الاجابات كلها طالعه ان ترمو في بي. طيب يبقى دي انا عايزها، لكن الترم ده انا عايز احط فيه في بي، يبقى هضطر استخدم الايكويشن الثانيه اللي هي الاي ايكوال في بي ار بلس ار سمول. الفي بي تفضل زي ما هي، الار از ار والار سمول بكام؟ بربع ار. طيب الفي بي سيبها زي ما هي، هنا كأني دي 1 ار، 1 ار وربع ار تبقى 5 على 4 ار، تحت اللي تحت بيطلع فوق تبقى 4 على 5 في بي، وادي الار. اخد الاي دي اعوض بيها في الايكويشن هنا، فبقت ايكوال في بي ماينس، وادي 4 على 5 في بي على ار، كل ده مضروب في مين؟ مضروب في ربع ار. الار دي راحت مع الار دي، والاربعه دي راحت مع الاربعه دي، هيتبقى ايه؟ هيتبقى خمس الفي بي. طيب 1 في بي ماينس 5 الفي بي هتطلع كام؟ هتطلع 4 على 5 في بي. يبقى قرايه الفولتميتر ب 4 على 5 في بي اللي هي الاجابه دي. If the battery of E 112 فولت connected ب 2 bulb متوصلين parallel والبوتنشال ديفرنس ما بين التيرمينالز بتاعتها بقى 10.8، يعني عندي باتري وعندي لمبتين هعتبرهم اتنين ريزيستنس، وجي وصلنا هنا فولتميتر، الفولتميتر قال 10.8 فولت، لكن الاي ام اف او الفي بي ب 12 فولت. طيب هي السيركت خلصت على كده؟ اه السيركت خلصت على كده، يعني تعتبر دي كده بالنسبه لي هي السيركت. طيب يبقى البوتنشال ديفرنس بتاعها كام؟ هيبقى هو هو البوتنشال ديفرنس اللي في الفولتميتر التاني اريو، يعني هيبقى 10.8، ومديني الباور بتاع بلب واحدة ب 12 وات، وعايز يحسب الانترنال ريزيستنس. طب هو انا عرفت منين ان في انترنال ريزيستنس؟ طالما الفي دي مش هي الفي بي يبقى في انترنال ريزيستنس، الفي ايكوال في بي ماينس اي ار. الفي بكام؟ الفي دي قرايه الفولتميتر، والفي بي اللي هي الاي ام اف ماينس. هو عايز يحسب الار انترنال، يبقى انا لازم اشوف طريقه تانية احسب بيها الاي عشان من الايكويشن دي اقدر احسب الار انترنال. طيب انا اصبح دلوقتي معايا على البلب دي البوتنشال ديفرنس بكام والباور بكام. اشهر قانون الباور اللي هو في في اي، الباور ب 12 البوتنشال ديفرنس ب 10.8، عايز احسب الاي، الاي هتطلع ب 10 اوفر 9 امبير. دي انهي اي؟ دي الاي توتال؟ لا استنى، هو الباور ده اما جه يحكي عنه قال لك الباور بتاع مين؟ قال لك اتش اوف ذا بلب كونسيوم، يبقى الباور ده بتاع كل بلب لوحدها، يبقى الكرنت ده بتاع كل بلب لوحده، يعني دي ماشي فيها كرنت 10 على 9 ودي ماشي فيها كرنت 10 على 9، يبقى الاي توتال اجمعهم مع بعض اضرب 10 على 9 في 2 هي هي، يبقى الكرنت التوتال ب 20 على 9 امبير. ده اللي احنا محتاجينه في الايكويشن دي، لو عوضنا هنا ب 20 على 9 عشان نطلع قيمه الار هتطلع 0.54 اوم، اللي هي الاجابه بي. يبقى السؤال ده تركته في ان انت لو مش عارف ان الفولتميتر ده هيقرا لك نفس الفولتميتر اللي موجود على بقيه السيركت، وباكد على بقيه السيركت، دي نقطه. تاني نقطه ان هو قال اتش بلب، فالاي اللي طلعناها دي هي بتاعت كل بلب لوحده مش الاي توتال. السؤال ده خلاص عرفنا شكله، ان اما يديني الفي مع الاي والرسمه معوجه كده، ان النقطه دي كان عندها الاي بزيرو، فيبقى هي هتديني الفي بي، يبقى الفي بي بستة اللي هو هنلاقيه ده المطلوب التاني، الفي بي بستة. وعرفنا برضو ان السلوب بتاع الكيرف ده هيديني نيجاتيف الار. طب اجيب السلوب ازاي؟ هات السلوب بمعرفة اي نقطتين، اعمل الواي ماينس الواي على الاكس ماينس الاكس. طب النقطة دي زيرو وستة، والنقطة دي موجودة على اكس اكسس، يبقى الواي بتاعتها بزيرو، يبقى 8 وزيرو. اعمل السكس ماينس زيرو والزيرو ماينس 8 هتطلع نيجاتيف 75، يبقى كده نيجاتيف الار هي نيجاتيف 75، يبقى الار ب 75 اوم.
اول ما تشوف السؤال ده هو النقطتين ثلاثة دول اللي هتلاقيك محتاجهم طبقهم، بس لازم تبقى فاهم هي ليه الستة دي هي الفي بي، لان كان الاي بزيرو، وطالما الاي بزيرو يبقى قرايه، يبقى الترم ده راح، يبقى قرايه الفولتميتر هي قرايه الفي بي. الريزيستور 2 اتوصل اكروس تيرمينال اوف ذا سيل والكرنت كان نص، واما الريزيستنس زادت الكرنت قل بقى ربع. طيب عندي حالتين، 2 ودي في بي معرفش هي بكام، والكرنت اللي كان ماشي في الاول نص، والحاله الثانيه نفس البتري بس الريزيستنس زادت بقت 5 اوم، فطبيعي ان الكرنت هيقل وبقى ربع. طيب المفروض ان لو ضربت ده في ده اللي هو الاي في الار، طلع لك زي الاي في الار هنا، يبقى مفيش ار انترنال. بس لو عملنا كده الناحيه الشمال هتدينا 1، الناحيه اليمين هتدينا 1 وربع، يبقى اصبح في ار انترنال. نستخدم ان الفي ايكوال اي ار بلس ار انترنال. الفي دي اللي هي مين؟ اللي هي الفي بي. نعوض مرتين هنلاقي ان الفي بي هنا ما نعرفهاش، الاي بنص، الار باتنين بلس الار انترنال، وهنلاقي ان نفس الفي بي هنا بس الكرنت بقى ربع والار بخمسة وار انترنال. ينفع طالما ده هو هو ده، يبقى الناحية اللي عيمين ايكوال الناحية اللي عيمين، نص في اتنين بلس ار ايكوال ربع في خمسة بلس ار. نحل الايكويشن دي بالكالكوليتر، الار هتطلع لنا بون اوم. معاك الاي ينفع تعوض في القانون ده وفي القانون ده عشان تحسب الفي بي. نفترض ان احنا هنعوض هنا، نص وادي اتنين بلس ون، هتطلع الاجابة بواحد ونص فولت. ولو عوضت هنا برضو هيبقى الفي بي ايكوال كوارتر وخمسة بلس ون، هتطلع برضو واحد ونص فولت. ياريت لو في اي سؤال واقف معاك وابعتولي، اي فكرة واقفة سواء حليناها او ما حليناهاش ابعتوها ونشوفها مع بعض. السلام عليكم.